بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب في فيديو جديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. أول واحد: رجل أعطى بي ثم غدر. اثنين: ورجل باع حرا فأكل ثمنه. ثلاثة: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. دول الثلاثة يكون الله خصمهم يوم القيامة. وده وعيد شديد جدا يؤكد أن الثلاث أشياء دول من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة إذا توعد على معصية بوعيد في الآخرة فدي من علامات أن الذنب ده من الكبائر. أول حاجة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني حلف بالله، أقسم بالله، اللي هو يدي لفلان حقه مثلا أو بقية مستحقاته وغدر، اشترى سلعة وبقى فلوس، قال له والله إيه بكرة أجيب لك الفلوس، أو كان سالف فلوس قال له والله الأسبوع الجاي هجيب لك الفلوس. فالراجل التاني واثق واطمن لأنه الراجل حلف بالله، فده رجل أعطى بيه ثم غدر، صفة الغدر. انت حلفت بربنا وتغدر وما توفيش بهذا الحلف، يبقى هنا امر في منتهى الخطورة. يكون الله خصمه يوم القيامة. اتنين: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني قهره واجبره انه يتباع كعبد وهو حر، هو مش عبد، لا يجوز تبيع الحر، لكن ألزمه بهذا البيع وأكل ثمنه. طبعا الثمن ده حرام لأنه باع حر وما باعش عبد. ثلاثة، ودي اللي تهمنا أكتر: ورجل استأجر أجيرا. يا أصحاب الشركات، يا أصحاب الوظائف، خلي بالكم، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا، قال له أنا هدي لك في الشهر 1000 جنيه، وجه في نهاية الشهر قال له معلش هما 800 جنيه مفيش غيرهم، يبقى ما ادالوش حقه اللي اتفق عليه. زي بعض الكفلاء، الكفيل يقول له هدي لك مرتب لما تسافر معايا، هدي لك مرتب 10,000 جنيه، يجي لما يسافر ويسيب البلد ويسيب الاهل يقول له لا معلش هما 7,000 جنيه، فاكر دي نصحة وشطارة، وياكل عليه 3,000 جنيه، ما ادالوش حقه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. حتى أنت شخصيا ممكن ما تكونش صاحب وظيفة، لكن استأجرت سباك، نقاش، واتفقت على أجرة. ما دمت اتفقت لازم تلتزم، ما دام هو ما قصرش في الجزء بتاعه. تفتكرش بقى شطارة تقول له لا خد بقى إيه، احمد ربنا. يعني احنا متفقين على 1000 جنيه لو هو حلو و800 جنيه. كده أنت إيه؟ لم تعطيه أجره اللي اتفقت عليه. يكون الله خصمك يوم القيامة. شفت يا اخوانا اسلامنا عظيم قد ايه، ازاي بيحفظ الحقوق. شفت ان الاسلام بس مش قاصر على اداء العبادات، ده مهم جدا موضوع المعاملات ولا سيما الحقوق. تلاقي ناس ملتزمين كتير للاسف ما بينتبهش للحقوق دي. خلي بالكم، ودول التلاتة اللي ربنا خصمهم يوم القيامة، وده وعيد شديد يخلي الناس تلتزم بما امر الله تبارك وتعالى وما تقعش في هذه الاشياء لما لها من خطورة شديدة. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.